اللي زينيت عليهم اللي جاب لي هو اللي جاب لي عبد الهادي الخبير هادو واحد الوراق اخرين حطهم سينيت عليهم انايا. الساعه اللي سينيت على هاد الاوراق عطاني هاد الاوراق اللي هما ديال مع الاخرين عطاني هاد الوراق. من بعد قال لي جوج وراق غادي يحطهم في الارشيف وجوج وراق غادي يعطيهم للعماله المحاسب ديال العماله. ومن بعد اعترف هو بانه هو مول ديك التهمه اللي بغى يلصق ليا عبد الرحيم والصوتي عبد الاله رئيس الشرطه القضائيه ديال الفيداء. وانا كناشد المسؤولين عن اسرتي الى تادت بشي حاجه ولا بغاو يلصقوا ليها شي تهمه راه هو اللي كيلصق ليها التهمه وفائق عبد الرحيم. بعد ما يشدوا عبد الهادي الخبير هو الامين ديال الحرفيين من طرف البوليس الصوتي تم حالتهم الى الشرطه الولائيه. من بعد ما تم الاعتقال ديالو وتحققوا معاه من طرف الامن الولايات الاعتراف اعترف عبد الرحيم فائق كانه يدخل معك عزيز في هذه الجريمه. قالها الامين الحرفيين. ومني بغى يدخلني مع انا ما دير حتى شي حاجه في هذه الجريمه هو اللي دايرها. ومني قال ليه مني قال ليه عبد الرحيم راه مني قال ليه الامين الحرفيين غادي يدخل عزيز قال ليه صوتي هو اللي غادي يوقف معك باش يخرجك من هذه المشكله حيت هو اللي مصوب هذه السياره هو اللي مزورها. انا ما عنديش علاقه بها واللي مزور ما عندي حتى شي حاجه بهذا الشيء. هما بغاو يتضامنوا عليا باش يديروا يتضامنوا عليا باش يدوا لي المحل ديالي هو والصوتي عبد الرحيم والصوتي. ونادي صاحب جلاله الملك نصره الله وحفظه وطول خطواه وجميع المسؤولين بان اي حاجه صرات الاسره ديالي بان وراءها عبد الرحيم فائق وعبد الاله الصوتي الرجل الذي فوق القانون. الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر الاسره العلويه.